يلا يا ندار. شكرا. فين رانيا محمود ياسين؟ انا دوري في المسلسل سمر، البنت الصغيره اللي متجوزه راجل اكبر منها في السن اللي هو دكتور عزت ابو عوف، وبيحصل بينهم خلافات، ويعني للاسف مش هقدر احرق ان هو المسلسل شويه تشويقي، فمش عايزه احرق احداثه. نعرف وافقتي على المسلسل ازاي اول ما اتعرض عليك؟ بصي انا قريت الحلقه عجبتني جدا، يعني انا جالي من الحلقات بتاعتي حلقه واحده عجبتني جدا، مكتوبه بشكل جديد. انا ما عملتش النوعيه دي قبل كده من الادوار. نوع المسلسل ده نوع جديد، ان اللي هو المسلسل الحلقات متصله ومنفصل، ده كنا بنشوفه زمان اللي هي الحلقات البوليسيه. انت برضو هنا اهوت هتقدمي برضو قضيه فيها جزء بوليسي يعني الى حد ما؟ طبعا كان ليكي اطلاله متميزه من خلال مسلسل جذور، بالرغم ان هو اتعرض خارج الموسم الرمضاني، فعايزين نعرف ازاي استقبلتي ردود الافعال. والله رد افعال الناس الحمد لله كانت حلوه قوي، اتمنى ان انا اكرر تجربه فعلا تتعرض بره موسم رمضان، واتمنى ان القضيه اكس تتعرض بره موسم رمضان. هو موسم ما بيبقاش فيه زحمه السباق الدرامي الرمضاني اللي احنا متعودين عليه. بالنسبه بقى للسينما، احنا اخر مره حاجه شفناكي فيها فاصل ونواصل مع كريم عبد العزيز، وبعدين مرسي. طب انت وحشتينا جدا بقى، مش هتجي لنا تاني في السينما باذن الله؟ يا مسهل يا رب، في حاجات معروضه ويا رب ان شاء الله ندخل نصور. يعني اتمنى لك التوفيق ونجاح مسلسل قضيه اكس، ومنورتينا النهارده في بوابه اخبار البي. ربنا يخليكي، انتوا اللي منورين. بنرحب بمؤلف عمل مسلسل قضيه اكس معانا في بوابه اخبار اليوم، المؤلف محمود فليفة. اهلا بحضرتك فندم. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. بنبارك لك على مسلسل قضيه اكس، وعايزينك بقى تكلمنا يعني ايه قضيه اكس. مسلسل قضيه اكس ده عباره عن قصص واقعيه مستلهمه من الواقع، طبعا فيها جزء معين من الدراما، دي بتجمع بين الاكشن والتراجيديا والكوميديا كمان. عايزين نتكلمنا عن ابطال العمل واخترتهم ازاي حضرتك. بدايه احنا المسلسل بتاعنا ومسلسل يعني ايه باسلوب معمول باسلوب جديد طبعا عن الدراما المصريه. احنا عندنا كل حلقه هي قصه مختلفه عن الثانيه تماما، كل حلقه كانها فيلم اساسا، لان احنا بننتج نهج اسمه جديد اسمه السينما التلفزيونيه. ده فكر جديد خالص في السينما المصريه او في الدراما المصريه، اللي كل مشاهد بيتفرج على الحلقه بلها ابطال مختلفين تماما عن الحلقه اللي قبلها والحلقه اللي بعدها. تمام، اخترنا طبعا لانه هيبقى معانا اغلب ممثلين مصر او اغلب نجوم مصر هيبقوا معانا في العمل، يعني ان شاء الله اهم الممثلين المشاركين معاك في العمل. والله حضرتك الاستاذ نضال الشافعي طبعا ممثل قدير طبعا شارك معانا، الاستاذ عزت ابو عوف شارك معانا، عمرو يوسف ان شاء الله يعني ده مرشح ان شاء الله الادوار الجايه، الاستاذ رانيا محمود ياسين شاركت معانا، شارك معانا محسن منصور، شارك معانا يعني عدد كبير جدا من المصريين يعني، ولسه فيه طبعا ان شاء الله عدد تاني احنا جاي نتعاقد معاهم يعني. اختيارك لاسم قضيه اكس، كان في مسلسل من سنتين اسمه مواطن اكس، ما خفتش من تشابه الاسماء؟ لا والله يا حضرتك، هو كلمه اكس دي اساسا الحاجه المجهوله اساسا، تمام؟ فاحنا عندنا عشان عندنا حلقات كتير جدا ما ينفعش نسمي اسم معين، لازم يكون اسم عام، فاخترنا اسم قضيه اكس، لان عندنا حلقات يعني اسماء، يعني النهارده بنصور حلقه عفريت اخر الليل، تمام؟ النهارده بنصور حلقه اسمها عفريت اخر الليل، تمام؟ الحلقه اللي جايه اسمها قبطان، الحلقه اللي صورت اسمها طلقه 3 جنيه، وفي حلقه ثانيه قبل كده اسمها مصيده فيران، تمام؟ فهتلاقي حاجات غريبه يعني. شكرا جدا معانا ونورتنا في اخبار اليوم. الله يخليك يا فندم، الله يخليك يا فندم، شكرا لسعادتك. بنرحب بالفنانه الاردنيه هيام جباعي معانا في بوابه اخبار اليوم، منورانا النهارده يا هيام في بوابه اخبار اليوم. ميرسي ليكي. عايزينك بقى تكلمينا انت بتقدمي لنا ايه النهارده من خلال قضيه اكس؟ قضيه اكس انا مشاركه في 4 حلقات، في كل حلقه طبعا في عندي قضيه شخصيه مختلفه عن الثانيه حسب عنوان الحلقه. بتقولي في المسلسل من خلال 4 قصص، تمام؟ طب نتكلم بقى عن الشخصيات اللي هتقدميها في قضيه اكس. في عندي طبعا هو العمل من ملفات القضاء، فاكيد حيكون بطله الحلقه او بطل الحلقه اللي هو اللي تبقى القضيه عليه، يعني المجرم. فاكيد هم ال4 شخصيات انا عامله قضيه جاسوسه، شخصيه سيده اعمال بتنصب، عامله شخصيه زوجه حد كان قبطان، وشخصيه واحده بتنصب في جوازات عرفي او يعني كده. انا لسه مخلصه تصوير فيلم اسمه دماء، الفيلم ده بطولتي انا والفنان احمد رامي،
ومعنا ضيوف شرف، الأستاذ أحمد بدير والأستاذ علاء مرسي، والعمل من إخراج الأستاذ أحمد الشربدي. شكرا جدا معنا ونورتينا النهاردة في بوابة أخبار اليوم. مرسي ليكي وتشرفت بيكم.